وزي ما قلت لك يا دكتور، وتحس ان في حد بيخبط في جسم طول الليل وعضم كله متدغدغ. لا ده الموضوع صعب، ما تسكتش عليه، ده انت لازم نكتب لك احلى روشته في التاريخ والله. 300 جنيه علاج للظهر، و800 اشعه مقطعيه، و1000 جنيه محلول الظهر من عند صيدليه الدكتور شلولخ اللي على اول الشارع عشان ده حبيبنا، يبقى كده 500 و800 زي 18 و170، يبقى كده الحساب ان شاء الله 10000 جنيه. كان هم 10000 ان شاء الله حبيبي، بس شويه ترس الممرضه وعم احمد البواب وبتاع الشاي اللي بره، التوتال كله 12000 ان شاء الله، هتخف وتبقى زي الفل زي الحصان. كلامك جاب لي الضغط. لا ده الضغط ده بقى في دكتور صديقي، صديقي من ايام الكليه وحبيبي والله، استنى اما اكلمه لك. ازيك يا دكتور، عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي حبيبي يا دكتوره، في مريض ضغط والله. يا دكتور هو وشه ازرد كده اصفر واترمى قدامي على الشيزلونج. القلب القلب حاضر. لا 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 ما بيدقش يا دكتور، القلب واقف خالص. مات؟ لا ده كده جه في ملعبنا بقى والله، عارف انت بقى اللي هو سعيد اللي شغال في المشرحه، ما بيروحلوش شغل خالص، هكلمه بقى يجي يشوف الموضوع ده. في رعايه الله، في رعايه الله يا دكتور. فعلا والله، اعمل الخير وارميه البحر. السمك هيطلع.